ابشر خطوه للخلف تم واحد اثنين ثلاثة ارمي احب البنات الله يا محمد الله الله يعزكم لجلك تهنيت راضي اصدقاء الله ولا زايد جمال السلامة والله يا هلا يا هلا عيال شدوا ترى يرجعون يا الربع ابو مسفر يرجع سلمان يرجع لا نلعب ثالثه يا الربع في جهد ولعبنا ثالثه ما في داد هنا في اخلص 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 العن ابو حيك راح يا ولد راح يا ابو مدرج اشرب العب يا ابو مدرج العب هاي هاي انت من الملعب حقتنا ارفع 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 يا الربع لا يرجعون يا الربع لجلك يا لجلك راضي يا راضي راضي يا نووي يا كبير ابن مدرج والله يمكن يحفلون يا الربع ارحب هلا يا هلا انتبهوا عيال هلا يا النجلة ارحبوا ارحبوا ما عليك فاتن يا فاتن النجلة غلا زايد لجلك راضي عيال يا الربع من اللي يرسل اسئلة من اللي يرسل يا الربع ما يبين عندي من الايباد من اللي يرسل يا الربع بدران يا الربع من اللي يرسل تكفون وهلا يا هلا سلام العب يا ابن مدرج لا تجلس وقف والعب تكفى يا اخي باي باي انتهى والربع انتهى وباي باي 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 رسميا انتهوا رسميا انتهوا الله يعزكم الله يعزكم الله يعزكم خلاص فيكم كل الحكي خلاص فيكم كل الكلام راضي يا بعد وجه اخوك لاجلك تعنيت راضي لاجلك تعنيت والله الجوله ذي عادي يعني غلا زايد نجله والله بنت بيت الله يعزكم ولا يعز عليكم فاتن نوف العنزي يا بعد الدنيا انتم شكرا والله والله شكرا يا حبيبيني والله الله يعزكم الله يعزكم شكرا لكل اللي عندنا كلهم الله يعزكم لا يعز عليكم الله يعزكم لا يعز عليكم ابو مصر هذا مستواك الحقيقي شيخ روض انت سلمان 7 مليون على سكر الاغاني يا ابو خالد انت ساجن ملاحي عندك في البث ملاحي اتوقع الحكم واضح سعود عندك لا صراحة كافك عن سجن عنده يعني ولا شنو يا الربع لحظه بقول لكم شيء بعد اذن سعود عزي. وسلمان ممكن اتكلم ثانيه بس براحتك ابو مسفر البارح فاز علي هي جولتين ولا ثلاثه ابو مسفر لعبنا ثلاث جولات فاز علي ثلاث جولات وسكورات خياليه ومع ذلك سامحني فنرد الطيب بالطيب عن اذنك ابو محمد سماح يا ابو كفو الله يجعل ابوك الجنه بيض الله وجهك سماح يا حبيب اخوك بيض الله وجهك وجهك يا قلبي سلمان يا حبيب اخوك لا والله سابقني بالطيب اردها بالطيب يا ابو خالد طبيعي يا حبيبي والله راضي لجك تعنيت غلا زايد النجله سلمان يا حبيب اخوك حكمه الحكم الاول يا سلمان تنسجن عندي وكل ما اغفل تنزل ورده عشان اشوف انك انت موجود ولا لا
اليوم ابو محمد طغيانه عظيم اليوم. انا مرق الضامر، انا قطعت قلوبنا قبل شوي. ثاني الحكم الثاني ما تبت شهرين. الثالث تقطع البرنامج شهرين ما تبث. الثالث طيب. الحكم الثالث 30 اسد الحين تقفل بيتك وتجيبها لي. مطلوب. بس المشكلة انت بتسكر بث يا انت قاعد 13 ساعة بس. ايش رايك افك ملاحي من السجن تفكري من السجن اذا هو اخويك؟ لا احنا قلنا لكم قبل شوي. حكم رابع ماضي ودي والله لو انك يقول ما نقدم السبت ابو خالد لقى لحد هاي. وش احكام الثلاث ذكرنا يا ابو محمد؟ تكفى ناصر تكفى ترك غالي علي تكفى الله يخليك. لا انا ترى احبك كثير ادري تكفى بس ذكرنا في الاحكام. الحكم الاول الحكم اللي هو الاول حلو سجن وكل شيء يعطيني ورده طبعا انا ما اسكر الساعه 9 10 الصباح. رجال شاهي قهوتي عندي طلع تدري كم الساعه عندي الحين؟ 6:48 يعني تقول 6 ساعات زياده يعني تكون عندي الساعه 1 الظهر. خلاص ادفع 30 اسد انت والله تستاهل 60 مو 30 جعل ابوك في الجنه وافي ومجمل مقبلين على رمضان. الثالث وشو؟ ما بث شهرين؟ شهرين شوف رمضان انا ما راح ابث ثاني. وتخيل يعني من الحين يعني تلمت نشوفك عيد ضحية هو جواب. حكم رابع محمد يلا. ما اقدر انا يوم جيتك وقلت عطنا حكم رابع وقلت ما اقدر فلو انك متجمل معنا كان والله عيوني لك ترك عزيز وغالي واحبك كثير. طيب علشان العالم اللي عندك والكومنتات الحبيب والله شكرا وعلشان اللي ذا نقصت لك 29 اسد ربع يعني ربع أنا بصاعق 29 أسد كم تكمل الربع يعني مثل ربع أسد حوت. أبو خالد لين متى ساجن ملاحي؟ يقول الساعة الملاحي يقول ما عندي نقابلك إلا 12 الليل بكرة تخيل. أنا ما عاد أبي ملاحي أنا الحين اقول لي متى ساجن ملاحي؟ لان هذا سم طال عمرك ما نفذ طلع هو سم ما نفذت لي الحكم. هذا التحدي جديد واللي فايزين يقولون يختارون الحكم اعداد جوله كامله. اي اوكي سويتها قبل شويه من الحكم اللي هي الجوله الاولى سويتها ترى. لا ما سويتها يا اخي انت مريض انت ولا طايح على راسك؟ مسخن.